that you want 8 و9 دقائق على الفاك دو بونور. مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي تسمعوا فينا, خليكم بيان برانشي حتى لل11. توت سويت معنا وحيدة دريدي. مرحبا عسلامة. عسلامة جيعان, شنو احوالكم؟ الحمد لله, شنو احوالك انت؟ هانا أفجاري كالعادة. فوالا دونك وحيدة دريدي مديرة الدورة هذه لليالي العبدالية اللي باش تنطلق إن شاء الله نهار 6 جويليا حتى لنهار 22 جويليا, قرابة ال 15 عرض, ونحبوا نعرف عليهم أكثر تفاصيل من عندك. دونك الحاجة الجديدة إنه مركز الثقافة العبدالية ولا اسمه المركز الدولي للثقافة والفنون, يعني اتخذ صبغة عالمية. فحبينا تكون المهرجان في قيمة التسمية هذه. يعني المهرجان باش يعكس الجملة ولا الكلمة اللي قلناها توا, ولا الدولي؟ دونك المهرجان باش يكون دولي؟ لا, باش يكون في خدمة الفنان التونسي, لكن الفنان التونسي من خلال المركز هذا لازم يكون إشعاعه دولي, معناها احنا نحبوا المركز لصالح الفنان التونسي. فالعروض كلها تونسية, فيها عروض ترابية, فيها عروض وترية مالوف, وكما فيها عروض شبابية وعروض مسرحية وعروض أوبرا زادة, وإضافة إلى عروض جاية من جهات داخلية في تونس. فوالا دونك هذه فرصه للفنانين الكل في الجهات الكل باش يكونوا حاضرين. الفنون براتيكمون الكل هم موجوده, ولكن فما البعض دونك استغربنا علاش مش موجود مثلا الرقص في ليالي العبدليه, هذا مش من توجه المهرجان والا السنه دونك لظروف اخرى ما كانش موجود. فما عرض رقص من الهند, فما عرض تراثي رقص من الهند. احنا حبينا ناخذ العروض على حسب المساحه والاركتكتور نتاع القصر, معناها كيفاش نجموا كانوا يقدموا في العروض. حاليا الركح اللي موجود ما ينجمش يقدم عروض راقصه جماعيه كبيره, فخلينا احنا العروض اللي نجموا احنا نحطوها في اطارها تقنيا بتكون ناجحه. فوالا, وبالنسبه لطاقه الاستيعاب باش تكون كبيره والا ضعيفه؟ لا, العبدالية تستوعب كان 400 مشاهد, لك على استعمال بقاع محدودة. فوالا, ولكن عندها تاريخها في اختيار عروض جميلة وراقية, ووصلنا في هذا النسق أنا حبينا تتحلى على مختلف نوعية الفنون. معنا 400 متفرج فقط, هذية ينجم يأثر عليكم أنتم في برمجة بعض العروض؟ نعرفوا فما عروض تتكلف, دونك لازم على الأقل المردود متاحة من الشباك يكون موازي للتكلفة متاحة, هون يأثر العدد وإلا لا؟ العدد يأثر, لكن لازم نقوله اللي العدد اللي سابقا ما كانش عندها العادة إنها تقطع تذاكر. حبينا نمشي وقطع تذاكر بشوية بشوية. أول حاجة حاولنا نقوله أحنا التذاكر تساعدنا شوية على تخفيف مصاريف المهرجان, لكنها مش تكون تغطي مصاريف المهرجان, لأن العروض اللي اخترناها هي عروض في مستوى محدد وعروض غالية. لكن على القليلة قلنا بما أنه إحنا عنا البيجي متاعنا في العبدالية وبعض الدعم من وزارة الثقافة, وهي الكلها تقريبا الدعم الإضافي خلينا من وزارة الثقافة. قديش القيمة متاعه؟ نعم, قديش القيمة متاع الدعم؟ لا, احنا خذينا البيجي والدعم الكل القيمة الجملية للمهرجان 110 ملايين. 110 ملايين ضعيفة نسبيا مقارنة بعدد العروض اللي هما 15 عرض. بالضبط, لكن احنا نحب نحيي الفنانين اللي فهموني وحبوا يأسوا معايا نوعية جديدة من المهرجان ليالي العبدلية, وقدموا تنازلات معناها شوية في التشييد. فوالا, هوني معناتها النيغوسياسيون كانت سهلة, ما كانش فما إشكال من ناحية الكاشي, كانوا متفاهمين الفنانين, سيرتو شفنا أسامي كبيرة, فما مينا سرار, في فما زياد غرسة باش يكون في عرض الافتتاح تونسي 100% الافتتاح نوعية الموسيقى, زياد غرسة زاد اسم كبير. كيفاش تم الاختيار على العرض هذايا؟ معناتها حكاية التاريخ ما يسمح كان باش يكون في الدات هذيك, وإلا أنتوما خيرتوا زياد غرسة هو قبل باش يكون في الافتتاح؟ لا, هي الفنانين الكل تقريبا في مستوى محدد من القيمة الفنية, الكل هم قيمتهم كبيرة والكل هم ممتازين. تبقى انه احنا اخترنا ساعة العروض من خلال الملفات اللي قدمت لنا للعبدلية, لانه احنا فتحنا طريق الملفات الترشح من 1 ابريل الى 30 ماي. بعد كي جاتنا العروض هذه اخترنا اللي هي مناسبة للفضاء متاع العبدلية واللي تكون تعكس قيمة الفنانين التوانسة اللي قدمت ملفاتهم. بقى كل بينسوا, انت تعرف اللي الفنانين التوانسة عندهم عروض في مهرجانات أخرى, حبينا نحطوا اللي دات حسب الإمكانيات المتواجدة مع الفنانين التوانسة. فوالا, بالتالي جاء زياد, معناها خاطر نجم يكون زياد في الافتتاح, كما مثلا يكون أمينة صرافي مثلا في الافتتاح. المفاجأة اللي خبيها المهرجان هذايا, نعرفوا كل مهرجان عنده سيربريز نتاعو, ليالي العبدلية عنده مفاجأة باش يقدمها للجمهور؟
احنا المفاجأة اللي قدمناها هي الفنانين تاعنا الكل بما فيهم عرض الأوبرا اللي اخترناه باش يكون في العبدلي لأول مرة معناها عرض الأوبرا في العبدلي ولأول مرة العروض المسرحية في العبدلي فما العروض المسرحية جلال الدين السعدي ماماميه فما عرض للفنان القدير عبد العزيز المحرزي اللي هو في المونودرام ماهوش ستاند اب في مفهوم المونودرام الصحيح اللي اسمه اشهد لي الايام وفما حاجة جديدة عملناها في العبدلي والانفتاح على الموسيقى التراثية بمناطق الداخلية الجمهورية كما زهرة لجنف مثلا بشكون حاضرة صوت جميل برشا لحقيقة بشكون حاضرة زهرة حلوة برشا فنانة قديرة جدا وقاعدة تعمل في تجارب حلوة برشا تاخو من التراث متاع قفصة وتعمل في تجديد ورؤية جديدة وتقدم عروض مدينة برشا وخلينا عرض عبد الرحمن شيخاوي من الكيف الغنية وخلينا عرض وديدة من تطاوين المعتصم الأمير وفما بيان سور عرض ممتاز جدا بالنسبة لإبراهيم بهلول في فن الإيقاع والموازين التراثية في عرض تونس تاني فوالا بالتوفيق ليكم سينا وحيدة بالنسبة للدورات الجاية إن شاء الله نشوفوك على رأس ليلي العبدلية فما مشروع آخر قاعد يتحضر لتطوير المهرجان هذايا بالطبيعة حبيت نقول لك ساعة جايين اللي فما زاد عرض الكفون موجود فريقي في ليلي العبدلية سنين بالنسبة للعدلية أنا نتمنى أنه يكون عندنا مهرجان كبير بثلاثين عرض إن شاء الله قادم الأيام وهي بتبيعتها لازم تعمل برنامجها اللي كما كنت أقول لك اللي هو لازمنا نحلو الطريق كما هامفون كما الجسر الرابط ما بين تونس وبقية دول العالم في الهدف من البرنامج متاع العبدلية انه تخلي فما اعمال مشتركه بين التوانسه اللي هنا والفنانين اللي لبرا وتكون فما زادة فما دوره تكوينيه ودوره تعامل كما زادة فما نقطه اخرى نحب ان شاء الله العام الجاي نحطوها اللي هي الفنانين بتاعنا التوانسه اللي يعيشوا لبرا ويعرفوا مع فنانين اجانب نحبهم يكونوا متواجدين معنا في الدورات القادمه اضافه انه العبدلية باش تكون عندها دي غران سبيكتاكل ودي غران ايفينمون ان شاء الله في 2019 منهم شهر العود في مسابقات في فن العود المتوسطية وتكون فما عروض في العود وتكون رقص على آلة العود كما تكون فما حلقات تكوينية في صنع العود والتدريب على العازف على العود على صنع الآلة بالضبط وفما الأورو متوسطي القصور الحصون في المونودرام مونودرام مش ستاندب باش يكون فما فرق وفما المهرجان الدولي للشبان العازفين اللي إن شاء الله باش يكون زاد مبرمج في 2019 على خدمة كبيرة ان شاء الله اضافه بيان سور للمهرجانات او العروض التشكيليه في الفنون التشكيليه وبقيه الفنون ودوره ان شاء الله للشعر والادب في العبدليه فوالا دونك المهرجان ولا القصر العبدليه منفتح على الفنون الكل وحده كلمه لجمهور ليلي العبدليه ليلى العبدلية نحب نقول لهم ماذا بكم تحضروا للعبدلية لأنه الفضاء مميز هو قصر حفصي مبني 1505 هو القصر الوحيد الموجود في الجمهورية التونسية من العهد الحفصي سي تريز اغريابل باش يدخلوا له حاجة مزيانة برشا اثنين انه عندهم بعروض ممتازة وديما حتى من خلال الأسماء باش يشوفوا اللي هي عروض ممتازة ثلاثة نحب نقول لهم راهو في شراء التذكرة رغم انه سعرها كما كنت تشوف جهين عندك ماهوش غالي لكن فما الأسواق الكل موجودة بارتير من 10 دينارات يبدأوا العروض ولا 10 دينارات 15 20 هي الحكاية كلها هو حركة رمزية يقول بها المواطن التونسي إن الفنان هذي راهي نحترمه ونحبه برشا وندفع تذكرة نتاعي ونجيب له وردة ونجي نتفرج فيه فوالا ميرسي بوكو ليك وحده دريدي بالتوفيق للدوره هذه دوره 2018 لمهرجان ليلي العبدلي احنا ماشيين معكم في لافيستا حتى ال11 خليكم